هذه المسيرة هي اعتراف وفرحة كبيرة لنا بالنصر الدبلوماسي اللي حققه سيدنا الله ينصره، وبالاعتراف التاريخي اللي انتزعه سيدنا من الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى في العالم بمغربية الصحراء وبالوحدة الترابية للمملكة. ما كاينش فرق في المغرب بين الطائفة اليهودية والمسلمة، الكل تحت مظلة المغاربة، احنا مغاربة راعية صاحب الجلالة الله ينصره، وبالتالي الفرحة ديال المغاربية مجموعة بدون انقسام، كاين اليهودي المسلم الأمازيغي الصحراوي الفاسي، هذا يعني ما عندناش حنا هذاك الانقسامات. لأن كما كتعرفوا بين المغرب هو ماشي بلد تعيش ولكن بلد العيش معا، حنا كنعيشوا مجموعين بحال بحال. حنا جد فخورين باش نشاركوا في هذه المسيرة، وحنا كنمثلوا متقاعدين وقدماء المحاربين ديال الجنود اللي أدوا الواجب وهما كانوا شباب لاسترجاع منطقة الصحراء المغربية، وحنا لازلنا نؤدي الواجب ديالنا. حنا فرحانين بالخطاب بالقرار اللي خداه سيدنا، اي حاجه كتهم مصلحه المغرب حنا معها، حنا اي نداء جم سيدنا حنا كنأديوه، وحنا فرحانين وحنا فخورين بجميع القرارات اللي تيتخذها سيدنا، وحنا جينا كنمثلوا المتقاعدين، ومعنا كذلك زوجة المتقاعدين وارامل ديال المتقاعدين، ومعنا متقاعدات باش نشاركوا في هذه المسيره، وحنا كلنا فخر باش نشاركوا مع الاخوان المدنيين، لانه حنا ادينا الواجب وحنا شباب ولازلنا نؤدي الواجب ونحيو شيوخ، وتحت شعار دائما تحت شعار الله الوطن الملك. في ليلة ضحى متقاعدة مجندين، كنا جنود كنا تقاعد دروك ما زلنا مجندين إن شاء الله، وحنا دائما مجندين الراية المغربية إن شاء الله ورجال الملك إن شاء الله وعاش الملك. شرفني في هذا النهار الكبير وجيت سعيد باش نتلاقى مع الإخوان ديال المجتمع، فعاليات المجتمع المدني من اجل مسيره موحده تضم جميع الفئات ديال المجتمع المدني واللي تتهم في القضيه الاولى الا وهي الصحراء المغربيه. فاحنا فخورين جدا وسعداء بهذا النهار، وحنا جنود مجندين تحت الرايه الملكيه، والله ينصر سيدنا، واللي نعاود نقول ونشير له انه القضيه الاولى ديال الصحراء هي قضيتنا احنا كلنا المغاربه. الله يلعن والله ينصر سيدنا. حصل لي الشرف باش نحضر في هذه المسيره، وأيد لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. باش توصلوا بجديد سافي ناو، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.